حسين مسلم بن الحجاج قشيري النيسابوري حدثنا سويد بن سعيد وابن عمرو وابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن ابي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري بن سابوري قال حدثنا سويد بن سعيد بن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي الحميري المدني عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتربن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه وإنما تخزن لهم بروح مواشيهم أطعماتهم فلا يحتربن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذا إسناد صحيح وخرجه عن مالك بن ذكره. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي الحميري المدني عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتربن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه وإنما تخزن لهم بروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتربن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.